كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نعاني نحن الشباب عندما ندعو لطاعة ولي الأمر والسمع والطاعة في غير معصية الله، فيسموننا البعض بألقاب منها مدخلية، غلاة الطاعة إلى آخره، فما توجيه؟ لا يهمكم هذا، هذا هو السنة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، والذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنتم حثوا على السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، وحثوا على لزوم الجماعة وعدم التفرق، هذا هو السنة، ولكم الأجر في ذلك. ولا تلتفتوا إلى من يتنقصكم أو من يلقبكم بألقاب، لا يهمكم هذا. نعم.